وفاة العالم الطبيب ابن النفيس. في هذه السنة توفي العالم الطبيب علي بن أبي الحزم القرشي المعروف بابن النفيس، أعلم أهل عصره بالطب. أصله من بلدة قرش بالقرب من دمشق، كان رئيساً للأطباء في البيمارستان النوري بدمشق. عالج أمراض كثيرة مزمنة كان أصحابها قد سئموا الحياة ويأس الأطباء من شفائهم. فشوفوا، اكتشف الدورة الدموية الصغرى قبل أن يعرفها الغرب بزمن طويل، وسجلها في كتابه تشريح القانون. له مؤلفات وكتب طبية كثيرة. توفي بالقاهرة عن عمر ناهز 80 عاماً.